إقامة هذه المسابقة التي تحمل اسم غالي على الجميع، نعم. اسم خادم الحرمين الشريفين. كلمة لكم وأنتم تنوبون عن خادم الحرمين في تكريم الفائزين بشرف هذه المسابقة. أنا في الواقع سعيد وتشرفت أيضا بإنابة سيدي خادم الحرمين الشريفين لي لأحضر بدله نيابة عنه في هذه المسابقة الشريفة والكريمة. وفي نفس الوقت حظيت باللقاء مع زميلي الشيخ عبد اللطيف آل الشيخ وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، لأن نكون هذا المساء في ضيافته في تهيئة هذا الجو المناسب العلمي الديني الإسلامي الصحيح والسليم البعيد عن الشوائب. فهؤلاء الرجال الذين ختموا القرآن وحفظوه وتنافسوا عليه أعتقد أنهم حققوا خيري الدنيا والآخرة. أرجو لهم التوفيق إن شاء الله، ولمعالي الوزير وزملائه دوام السداد في هذه الأعمال الناجحة. سمو سيدي كيف ترى؟ بارك الله فيك في ذات القرآن الكريم في هذه الليلة المباركة في أولى ليالي هذا الشهر الفضيل، وهذه المسابقة في نسختها 25، ما هي كلماتكم التي توجهونها لعموم المسلمين بمناسبة هذه الجائزة المباركة 24 إذن لعموم المستمعين في إذاعة القرآن؟ أولا هذه الإذاعة إذاعة شريفة، ويجب أن تأخذ الكلام الشريف والمناسب. أرجو إن شاء الله أن نوفق في خدمتها وأن نجعلها دائما تصدح بالحق في كل مقام ومكان. سمو السيد، على مدى 24 عاماً خادم الحرمين الشريفين دعم لا محدود ورعاية مستمرة لهذه المسابقة، كيف ترون ذلك؟ وما هو وصيتكم لأبنائكم؟ هذا أمر تعودنا عليه من سيدي خادم الحرمين الشريفين في كل المناسبات، يتواجد ويعطي ويبذل كل ما في وسعه لهذا الدين وهذه الأعمال الجليلة، والحمد لله تأخذ طريقها إلى النجاح دائماً بمعاضدة الرجال الذين يوكلوا الأمر إليهم لتوليه. وصيتكم لأبنائكم مشاركين حفظك الله، أرجو لهم التوفيق إن شاء الله ويكونوا دعاة خير وبركة لهذا القرآن الكريم. شكرا.